واش تقدر تحط الملف ديالك عند مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقت اللي بغيتي؟ الجواب هو لا. باش تحصل على التعويضات ديالك انت ملزم تحط ملف التعويض اللي كيتكون من ورقه العلاج والوثائق المرافقه لها قبل ما تدوز شهرين على العلاج الاول. مثال، مشيتي للطبيب اليوم وعمر لك الوريقات ديالك، من هاد اللحظه كيبدا احتساب الفتره ديال 60 يوم. في حاله كنتي كتابع شي علاج مستمر خاصك تحط الملف ديالك في مده ما فايتها شهرين من بعد ما تسالي العلاج. ايوا، اش كتسنى؟